السلام عليكم والسلام علينا، السلام عليكم والسلام علينا. طيب يا جماعة، نحن في حاجات دايرين نتكلم الآن يا جماعة عن حاجة غريبة جدا جدا، وأنا الكلام اللي بقوله ده متأكد منه. طبعا الجيش السوداني ده منتصر، وعز جلال الله منتصر، دي حاجة ما بنتناطح فيها عن زان. لكن في جهة داير الجيش ده لازم يتهزم، والجهة اللي داير الجيش يتهزم الجهة دي فيها كيزان وفيها أحزاب وفيها قحاتة وفيها حركات. أنا هشرح لكم الكلام ده. احنا طبعا ما بين جيش الجونات وما بين جيش الحكامات كلام الليل حار وسخن، دي حاجة. والرسائل هنا، لأنه أنا حاولت أطلع على اللايف ده كتبت عنوان كده اتلغى العنوان، بعدين اتضرب أو أي إن كان العنوان بعدين، ده ما إشكال، لكن تفهم العنوان ده في سؤال مهم. أنا دار أقول لك في كم أبو رقال في السودان، في كم أبو رقال. أبو رقال ده قبل كده كلمناكم، قلنا لكم يا جماعة ده الدليل اللي غاد جيش أبرهة عشان يهدم الكعبة، ده أبو رقال. نحن في السودان عندنا يكاد يكون عندنا أقل شيء 3 مليون أبو رقال، أقل شيء. الثلاثة مليون أبو رقال دي متوزعين ما بين الجيش والأحزاب السياسية دي كلها، بقول لكم عبارة عن أبو رقال. ما في حزب شريف، ما في لا حزب شيوعي لا حزب أمة لا اتحادي ولا أحزاب عقائدية. والأحزاب السياسية السودانية مارست نفس المارسول كيزان، أول من جاب مصطلح الصالح العام جاب الشيوعيين ديل، كان بس بالتطهير، الناس بتسمي حسب مسميات اللي بتحبها، شو تطهير وشي تمكين وشي صالح عام. نفس الشيء ده حدث بعد الثورة، بعد الخداع اللي مارسوا ليكم. لكن كده تعالوا نشوف الحرب دي السبب فيها منو، عشان يا جماعة أفهمكم الحاجة، لأنه في جزء من السودان اتباع، والجزء اللي اتباع ده اتباع خلاص انتهى، دارفور اتباعت. هو يا ناس دارفور افهمكم حاجه، مني وجبريل وبتاعين الحركات وبما فيهم هيئه محامي دارفور باعوا دارفور. تفهم الكلام ده انت يا ناس دارفور؟ افهموا الكلام ده، باعوا دارفور، وباقيننا نحن ديل دارين يبيعوا الباقي او يصلوا يقسموا الحاجه دي. طيب في مثل ظاهر غريبة، لكن كده نرجع سبب الحرب دي شنو يا جماعة. الشعب السوداني ده لما طلع وهتف عشان ما يجوا القحاتة يخدعوا الناس، سواء كان مركزي أو كتلة ديمقراطية أو كتلة شيطانية، الشعب السوداني كان شعاراته في الثورة شنو؟ أي كوز ندوس ودوس، ما بنخاف ما بنخاف. الشعار ده يا جماعة طلع خالد سلك شخصيا، خالد سلك اللي قاعد الآن في الإمارات في دبي مع أخته ويمتلك ما يمتلك. أنا عشان أفهمكم القصة، ما تطلع لنا يا الحاج وراك تقول لنا غحتي ما باعت وفي ناس باعوا وفي ناس ما باعوا والانقلاب ده عشان ما باعوا، لا بحتوا انت ذاتك يا الحاج وراك، انتوا أسوأ مثال للمثقفين وأسوأ مثال للي بيسموا أنفسهم مفكرين. نحن في السودان كذب، لا عندنا مفكر لا عندنا مثقف، لا عندنا مفكر سياسي ولا مثقف، عملاء مغلفين بس، ده عشان ما تجي تبرر. طيب انا حاسبت لك انه خالد سلك باع هالسعدة والغحاتة ديل باعوا، الشعب السوداني ده لما طلع قال اي كوز ندوس ودوس، ما بنخاف ما بنخاف، طلع خالد سلك ده قال ده شعار عنيف، ده شعار عنيف، ونحن ما في العنف والثورة دي تكون سلمية، ده خالد سلك. طيب نفس الراسين اللي عملوا الانقلاب ديل، غائد الحكامات وغائد الجونات، أنا هنا بقصد لك البرهان وحميدتي، جو نفس الناس خالد سلك ديل بعد دخل مجموعة من الجنجويد أو جيش الحكامات واحتل بيوت السودانيين. يا جماعة الجيش السوداني ده انتصر، انتهى، يسيطر على المعسكرات. لكن انا اجي افهمكم اللعبه وين، لانه في سيناريوهات
ان احنا قاعدين نتكلم فيها من زمان، لانه في قرارات ان احنا قلنا المفروض اتخذ البرهان كويس وما اتخذها، لانه في جنجويد لسه في وزاره الخارجيه، في جنجويد في السفارات السودانيه، في جنجويد في الادارات السودانيه، يبقى في ممسكات. السياسيين السودانيين يا جماعه عشان نتكلم، والعسكر السودانيين نكون واضحين، انا دار اسال البرهان ده في حاجة ماسكاه؟ ما في زول تشوف أصلع، ما تجي تقول لي القائد العام ولا القائد الشيطان، في حاجة ماسكاه. نحن بنعرف القيادة في حالة الحرب بتتصرف كيف، بنعرف تتصرف كيف. طيب ليه إيش معنى الآن ناس خالد سلك بعد أن تم يا جماعة الاغتصابات اللي حصلت في السودان لم تحدث في التاريخ غير ما حدثت في موقعة الحرة عندما هدم الحجاج بن يوسف وضرب الكعبة بالمنجنيق، تم فض بكارة 4000، ودي كانت أشنع وأكبر جريمة. الآن في السودان من تم اغتصابهم وسبيهم أضعاف أضعاف هذا العدد، لأن الشعب السوداني ذاته كان مخطط له يمشي بصدمات. خالد سلك مبرر للعنف بتاع الجنجويد الآن، ومبرر لاغتصاب الجنجويد واحتلالهم لبيوت الشعب السوداني ونهبهم لمدخرات مدخرات الشعب السوداني وهدمهم للبنية التحتية بتاعت الشعب السوداني. خالد سلك وغحتي وكل المثقفين والسياسيين السودانيين المصطفين بيحتبروا ده ضد الكيزان. يعني انت العنف اللفظي رفضته، ولكن حينما باتتك الفرصة أنك داير الكيزان ديل تبيدهم بأي صورة مهما يكون العدو ده، سواء كان عدو غازي أو عدو عنده أطماع في الحكم أو أنت مستلبين أو أنت أخذت رشاوي، ودي ما داير لا اثنين ثلاثة، لأنه حنجي نسائلكم يا الحاج وراك. أنت ذاتك يا الحاج وراك كنت عايش كيف؟ عايش في مصر وعايش معك ناصر شعوض وكل الكورة اللي هسع مع الجنجويد دي، كنتوا عايشين بتاكلوا من وين يا الحاج وراك؟ ما عندك مركز دراسات، ما تقعدوا تستهبلوا، كنتوا عايشين بتاكلوا من وين؟ انتوا كنتوا مرميين هنا في مصر يا الحاج وراك، انت وناصر شعوض وكل الكورة دي كنتوا مرميين بالسنوات، وناس عبد المنعم بيجوا كنتوا بتاكلوا من وين؟ ما شغالين، كذابين، ما فيكم زول شغال، عندكم جريدة اسمها حريات منظمة بتدفع عليكم، أن احنا قاعدين نكتب معاكم قرش ما اديتونا له، لأنكم انتوا ناس بالمناسبة ما عندكم أخلاق ولا أخلاق مفكرين، ما أخلاق مفكرين. تورون المبرر الأخلاقي في أن الكيزان يضغطهم الشعب السوداني بثورة ويطلب منكم إفعال الشرعية الثورية وتحول الثورة لتفاوض وتخضع الشعب السوداني وتخضع الزخم الثوري وتخترق الثورة وتمركز الثورة وتفكفك الثورة. الثورة كان بتطلع بتوغيد واحد في جميع أنحاء السودان، جيتوا مركزتوا الثورة، الباغر العفيف في لندن عملوا رئيس لجان المقاومة، والآن الباغر العفيف طبعا حيمثل الجنجويد في مكتبه في لندن هناك، تمام؟ عشان ما تجوا تقولوا لنا أن إحنا والله هنا إنتوا كلكم كنتوا تعالوا إنتوا شغالين شنو؟ كلكم دارين نعرف جرد حزاب، السياسيين اللي كنتوا مرميين في القاهرة وبتاع منظمات المجتمع المدني كنتوا شغالين شنو؟ والكنتوا عايشين في أثيوبيا وفي يوغندا وفي بريطانيا بتاكلوا في الصدقات بتاعت الخواجات، بتاكلوا في ضرائب الخواجات، وللأسف ما قدرتوا تخترقوا الخواجات زي ما قالت بلغيس، الشايلين فيديوهات وحايمين بها، دي في الحركة الشعبية من عمرها 18 سنة ويمكن تكون في التنظيم بتاع الحزب الشيوعي. برهان ده شوفوا يا جيش يا سوداني، أنا حقوله بالواضح ويحصل ما يحصل، هذا البرهان لا تثقوا فيه، بعدين جيش ذاته يمسكوا بلجام. إنتوا يا زول هاي الجنجويد ديل أكتر ناس اغتصبوا كمية من أخوات الضباط ومن نساء الجنود ومن أمهاتهم، وتجي يقول لك باسكنك بلجام، أن إحنا ما بنعرف الجيش السوداني وما بنعرف قيمته وما بنعرف إمكانياته وما بنعرف المقاتلين بتاعينه، تجي تقول له إنت يمسكوك بلجام غنماية؟ يعني إنت بتشوف أختك اغتصبوا فيها؟
تقعد تقول ماسكين اللجام يمسكوك اللجام، انت ذاته يمسكوك باللجام لان انت حمار. ها أه؟ وبعدين شوف يا البرهان، انت زول بالمناسبه اخشى انك انت تكون قائد الجنجويد الفعلي، ودي سؤال انا حوجهه للبرهان. طبعا السياسيين السودانيين ديل 99% منهم ممسكون لهم بممسكات اجهزه المخابرات، لانهم هم ما عندهم اخلاق، رمتاله رمتاله بمعنى الكلمه. السياسيين السودانيين رمتاله، وانت يا جيش ماسكنك بلجام وبيغتصبوا في اخواتك ها وبيغتصبوا في بناتك، وجيش الحركات بينهب في المواطنين، جيش مالك عغار ولا الجيش الجيش بتاعكم ولا اي كان، والمواطنين عشان يجوا راجعين تاني انتوا ترجعوا الجنجويد، يجي جلح خاشي بتهريب يجهزوا له عربات، يجي خاشي رسائل للشعب السوداني ويجوا خاشين للجزيره، والشعب ذاته اصبح شعب. انا اقول لكم شنو انتوا، هقول لكم شنو، والا ان احنا فعلا عبيد نستحق المكانه دي تماما، لانه ان احنا بالمناسبه عبيد. احنا بنعرف قيمه الجيش السوداني وبنعرف. وشوفوا انا دار اديكم رساله من هنا، اي شاب سوداني ما في لعب تاني، اي شاب سوداني، وانتوا يا ناس الجزيره، انتوا يا ناس مدني بالذات ناس الجزيره، اسمعوا كلامي ده، بعد سلوككم السيء اللي مارستوه، في ناس كثيره طبعا مارست سلوك سيء تجاه الناس في الخرطوم كويس، حتى في الاغاليم البعيده. سبحان الله، الخرطوم دي كان الناس اللي فيها الاهل في الغرب اللي في الشرق اللي في الجزيره بيجوا بيترموا في البيوت دي، بياكلوا وبيشربوا ويغضوا مصالحهم وبيمشوا، لا بيدفعوا قرش ولا تعريفه. لما حصلت لهم الكارثه دي شوف استغلوهم كيف، لانه دي تربيه التربيه الغزره في الشعب ده. وغير كده انت يا ناس الجزيره ها زي ما قال واحد اخونا يخوفوكم، انتوا راجين الجيش لشنو؟ انتوا شفت شعب ما يدافع عن ارضه وما يدافع عن كرامته لا يستحق العيش، تستحقوا تماما يحكموكم هوام غرب افريقيا ديل، تستحقوا تماما يسيطروا على بلدكم، لانه في ناس يا جماعه ها دي حاجه. والموضوع ده طبعا موضوع خطير، الجيش ده فيه خيانه، والخيانه دي لا تتعدى البرهان وفي ناس معاه، لانه البرهان ده في قرارات حتى البرهان بيسهل ويمهد للتدخل الدولي. اما عن مصيركم انتم الشعب السوداني، مصيركم واحد بس، هتكونوا لاجئين في اي مكان في العالم وتحتغروا، ما في زول حيهتم بيكم، عشان انتوا دارين تجوا تقنعونا بروايه، تجي تقول لي يا اخي اي كوز، لما الشعب السوداني يعبر عن رغباته يعترضوا السياسيين ديل، لما هم يجوا يعبروا العنف كان ما مطلوب، لانه هم كانوا بيتفاوضوا مع الكيزان، لانه ما دارين الكيزان، قول لهم الشعار ده ما كويس، يطلع خالد سلك يعبر لسان حال الكيزان، زي حاتم السر لسان حال الكيزان. الاحزاب السياسيه السودانيه دي عجزت عن محاسبة الكيزان ليه؟ وطلع ود لباد العواليك اللي هو في بلده يزبو النساء وجاي يعلمكم الديمقراطية، طلع فضحكم وكتب كتاب، والكتاب ده كان رسالة لكل دول العالم، لأنه حتى الدول اللي فقدت مكانتها الإقليمية وفقدت مكانتها وسط الدول الآن أصبحت تتجرأ وتتدخل في شأن السودان، لأنه القائد في السودان رجل ضعيف او ممسك لا ممسكات. نحن عارفين ضباط الجيش ده في شنو الحاصل، نحن ما دايرين نشوف نتكلم عن سلوك، لكن هو يا الجيش اللي انتوا قاعدين ديل بتقول انتوا ذاته لو ماسكنكم بلجام ما تستحقوا تكونوا جيش ذاته، ما تستحق الدفاع عن العرض وعن الارض، ما بيحتاج لتعليمات، ما بيحتاج لفك لجام، انتوا ما بهايم ما بهايم. الجهة المطلوب منها تساوي الجيش بالبليشة، وبرهان داير يجير انتصار الجيش ليه نفسه، حتى لو قسم السودان جزء للجنجويد وجزء له، ده ما بيحصل، ده ما بيحصل. وتاني ما في حاجة يسيب أي ابن آوية داير يقسم السودان ده، والأحزاب السياسية السودانية دي كذابين، ما تتعللوا بالكيزان، انتوا فصل الجنوب ده ما كان عندكم أي موقف،
وأن إحنا تكلمنا كيف يكون استفتاء في اتجاه واحد؟ لازم يستفتش على الشمال. لكن لأنه الخيانة الخيانة. ثم ثانيا أنا أوركز بالأحزاب دي ونفاقة واللسع بكوركو ديل. يعني المرغ آل المرغني آل المهدي في أي حكومة فيه، في أي معارضة فيه، يشاركوا البشير، يشاركوا أي حاجة، ويجوا الأحزاب عبيد المنازل. الأحزاب عبيد المنازل يجوا لازم يكونوا مع النازل أو تحت إمرتهم. لأنه ود المرغني لما يغرد ويغرر ويرتبه يجي حميتي ينزل خطاب بالذكاء الاصطناعي نفس رغبتهم، نفس رغبتهم. طيب انتوا حتمشوا وين يا سودانيين؟ طبعا حتجوا مصر، تمشوا تشات دي الدول القريبه من الحدود، يعني ناس الشمال وكده والشرق بيجوا مصر، ناس الغرب والهناي يمشوا تشات، وناس تمشي اثيوبيا واريتريا. ماذا سيحدث لكم في هذه الدول؟ والله حتزلوا زله، حتزلوا زله. اول حاجه في مصر الكيزان الحراميه الكبار الزمان اللي كنا بنهبك يا القحاتة، انتوا ناس كذابين كذب، ولجنة التمكين دي أكبر كذبة فيها، أكبر كذبة فيها، دي أكبر كذبة. اللي قاعدين هسه ناس الحاج وراك دايرين يقنعونا بها، وهم ناس عملاء. ما تقعدوا تستهبلوا، لفيتوا بين الأحزاب دي وفشلتوا، بعد ذاك تحولتوا لعملاء، تمام؟ والمشروع بتاع الإمارات ده هسه انتوا بتموتوا من أجل تنفيذه. أنا داير أعرف وحاقول الكلام بوضوح، انت البرهان في صور ماسكنا عليك، اذا الصور دي يا اخوي ما قادرك تتحرك، او الفيديوهات دي زي الفيديو بتاع العواليق مني يا زول، هي زح زح. وانت يا جيش، وتاني حاجه هوي السودانيين ما في استنفار يقيف، ما في اي استنفار يقيف، ما في استنفار يقيف. لو ادى الامر ان احنا كشعب سوداني، والليله طبعا حدثت حاجات هنا لمعظم السودانيين، طبعا انا حاقول لك حاجات. واحد زي عبد الباسط حمزه الحرامي الكبير بتاع الكيزان، اللي لجنه التمكين دي ذاتها ما ورتنا عملت لشنو، ده نقل مصانعه وجا مصر، عرفتوا؟ انا عشان اقعد اشرح لكم الحاجات في مصر الحصل كالاتي: اي سوداني الا الراسماليه الكبار الحراميه، اي سوداني يا تبقى لاجي يا تقعد تدفع الاغامه بتحت الدولار، واي واحد فيكم عنده عقار بس يموت هو حيشيلوا منه. دي القوانين بيسرسبوها كده، انت ما تجي تقول لي في اتفاقيات، كويس؟ ما انت في اتفاقيات. انا عشان اوريك الناس زي الكذابين كيف، ان احنا لما نكون قلنا مراجعه الاتفاقيات والشروط الاربعه وتجميد الاتفاقيات، بيننا وبين مصر في اتفاقية اسمها اتفاقيات الحريات الأربعة، ما في سودان استفاد منها، تمام؟ لما جات الحرب، نحن طبعا لما تحصل حروب في أثيوبيا، تحصل حروب في مصر، تحصل حروب في تشاد، تحصل حروب في ما عارف في أوغندا، تحصل حروب في الجنوب، نحن دين ما شعب الله العبيطة، ها بنفتح صدورنا ونحتوي، نفتح صدورنا ونحتوي. لكن لما تحصل لنا الطامة، عملوا لكم شنو في أثيوبيا بتاع أثيوبيا يا أختي بلادي يا شقيقة، عملوا لكم شنو في مصر؟ مصر طبعا يا جماعة يوم الخميس كل يوم السودانيين بيمشوا، بيجي قرار جديد تدفع 620، المفروض دي غامة 6 شهور بيدقوا لك شهرين، يقول لك يا أخي جيب عقد مسجل. المفروض أنه في الحاجات دي المفروض ما في غامة زي ما أخواننا المصريين كان بيتمتعوا بها هناك، لكن لأن الحكومة هناك ضعيفة، حتى ناس الحاج وراق المثقفين وناس عبد المنعم بيجو والصحفيين المتجدعين والمرميين في مصر ده ما بيتكلموا في الحاجات دي، ولا فيهم راجل فتح خشمه، ديل ما بيهمهم الشعب السوداني، لأنه هم بيقعدوا جهات أو بيقعدهم أجهزة ما عندهم علاقة بالشعب السوداني. والدليل على ذلك لما الشعب السوداني قال لهم في الإمكانية دوسوا الكيزان، قالوا لا لا هذا شعار عنيف. لما جو الشعب السوداني تعرض للموت والاغتصاب والنهب والسلب والسب، بيبرروا هذا العنف بأنه
هذا العنف مبرر لأنه ضد الكيزان. طيب انت ليه ما خليتني أخذ السهلة؟ المحاكم ما خلتني ليه أخذ السهلة؟ أنا حاكمهم بالشرعية الثورية لأنه انت زول متورط. أما بالنسبة للاتحاد الأفريقي ده معروف، الاتحاد الأفريقي ده أكثر مؤسسة في الدنيا مرتشية، وانتوا بالذات السودانيين ديل ناس موسفكي ودلبات وما عارف بتاع المغرب داك اللي لما قالوا الانقلاب طبعا ما انسحبوا، مش الاتحاد الافريقي، اي دولة بتعمل انقلاب المفروض بالعيش بتاع المغرب، لانه مريك المغرب برضو بيسرق في الذهب بتاعنا، وناس موسفكي عندهم مربعات وكانوا بيلعبوا بيكم وانتوا عارفين الكلام ده، لكن برضو نفس السياسيين عندهم مربع الذهب، نفس الحركات عندهم مربع الذهب. الخوف العالم ده كله الاستنفار، الجيش ده ما بيسيطروا عليه بيمشي بالتعليمات، بيمشي بالتعليمات. ما هو القرار ده بيمشي ليه؟ لأنه القرارات دي بيشتطلع كإشاعة وتجي تطبق، برضو قرار الكفيل ده بيعملوا لكم لأنه تستاهلوا. نحن يا جماعة عبيد، نحترف بحقيقتنا، لأنه نحن بنقعد نقدم لنا ناس هم ما عندهم المقدرة على الحل والربط، إلا يجي راجل في ظهره يحل ويربط. مثال لذلك غير المدعو خالد سلك، المدعو ترك اللي كان قفل الميناء متآمرا على الشعب السوداني، ها؟ وفعل ما فعل، قال عاملين لهم مبادرة وطنية جروا بها أريتريا. انت ما تعمل في بورسودان يا ترك، مش كنت قلت بورسودان دي حقتنا والبيجة وانهنا نفصل والمينة، ولا تعمل في كسلة جاري لأريتريا؟ انتوا قالين الخيانة قاعد تجي من وين؟ وبعد ذاك تبقى قبائل وقاعدة ودائرة تخون، ها؟ وتتقلب على اخوانهم المدعشين معهم بدعوة محاربة الكيزان واصغاء دولة 56؟ منو علم الجنجويد المصطلحات؟ منو علم هوام غرب افريقيا المصطلحات؟ مش انت يا ياسر عرمان وانت يا وراك وتلميذك اللي كان شغال في الاعلام بتاع الجنجويد عبد المنعم بيجو؟ مش انتو؟ مش حمدوك ده قاعد يطلع يقول لنا، ها؟ حمدوك ده مش قاعد يطلع ويقول لنا هذه الشراك الشراكه تدرس ما بين العسكر والمدنيين. انتوا بتستهبلوا؟ انتوا عبيد اولاد عبيد، انتوا ما اسياد، انتوا جايين تمارسوا السيادة علينا نحن؟ تصفيكم انتوا وتصفي اي آل آل. هو آل المهدي اشرف، اشرف منو في آل المهدي اشرف؟ اشرف زول في آل المهدي؟ المهدي ده بعد ذاك عبد الرحمن المهدي شال السيف اللي انتصر به ابوه، مشى يدي للملك جورج، ملك جورج رجعه قال له ده ارث تاريخ السودان. احنا قاعدين نغني فوق العدو مجرب سيفنا، سيفنا ده جربناه مره واحده في غردون ده قطعنا راسه وشلنا السيف ذاته، مشينا ادينا الملك ذاته. وعلي المرغني الخاين بكى لانه كان ما شال له هديه للملك. احنا بنتعامل مع منو؟ ما انت ما بتجيب لي الليله، انت يا ياسر عرمان يا كذاب، وانت يا الحاج وراق يا كذاب، بتتحدثوا عن الطائفية والإيه والقلقلة. بوريك ده أنه أسلوب الأحزاب السياسية السودانية العميلة، لما تجي ثورة حمدوك لازم يجي يمشي للصادق المهدي، وراق يجي يمشي، عرمان يجي يمشي. ما انتوا ما أساسا عبيد إلا تكونوا تحت الإقطاع، ما تجي تقنعوني بأنكم انتوا سياسيين وأحزاب سياسية وبتفهموا ديمقراطية. وأقسم بالله الحاجة الثانية الحصل في مصر يا جماعة، السودانيين اشترطوا لهم انه اللغامه تجيب عقدي يوم الخميس، في ناس مشت قال لهم يا اخي تجيبوا عقدي موثق وفيه الختم المائي، مشوا جابوا. لما جو الليله انا بحكي لك المشهد ده، والمشهد ده كان بتوقيت القاهره يعني الساعه 7:30 كده، لانه الناس بتمشي. انت لو لقيت في مجمع العباسيه ضيف الصفوف لقيت في 2000 بتلقى في 1900 سوداني، الباقي يمنيين وهنا وبتاع. بعدين قرار الدولار ده، أنا لما نزلت المنشور في واحد جرد دلي قال لي القرار ده منشور في صفحة وزارة الداخلية من يوم الأربعاء، طبعا ده كذاب،
لأنه نحن هنا متابعين والناس هنا متابعة. جو يوم السبت الشايلين العقد خطوا السودانيين على جنبي قال لهم كالآتي عشان تفهم القرار، لازم تجي تورط بإيصال. كيف يعني؟ تمشي تشتري $20، تورد $20 تفكها في أي بنك مصري، المهم تجيب بنك وتجي تدفعها بالمصري. فاهمين كلامي؟ يعني عشان ما تفهموا الناس القرار خطأ، هتشيل $20 تمشي تفكها في بنك مصري وتجي توردها. طيب حلق غير كده شنو؟ تسجل لاجئ، ودي الخطة هنا. وأنا قاعد أحكي لكم في الكلام ده لي 100 سنة، وبقول لكم الناس الجارية وتجوا والمدارس وسووا المدارس السودانية وجوج السودانيين فاسدين. أسعى السفارة السودانية في القاهرة دي فاسدة ومجرمة، عملت امتحان الشعب السوداني بحارب، في ناس قاعدين يحاربوا، آباء بحاربوا وأبنائهم في المدارس، عملوا الامتحان هنا امتحان الأساس، ده فساد بين المدارس والسفارة عشان يجمعوا دولار. ودخلوا جوجو جارين بمدارسهم كلها هنا وقفلوا لهم كلها بجرد قلم، لأن الفساد تغلغل فيهم. طيب السودانيين اللي عندهم شقق من زمان في الخليج، وأرجعوا للمقالات اللي أنا كنت بكتبها في منتصف الألفينيات، بقول لك الدخل بتاع السوداني المهاجر مقسوم بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي السوداني. ليه؟ لأنه المغتربين بعد ما العيشة بقت صعبة هناك جشتروا شقق هنا في مصر وفتحوا لهم بيع، أنه ده استثمار. لكن طبعا السوداني ما عنده ظهر، لأنه ظهره ذاته بكون هو ذاته الخائن. عملوا لهم استثمار، اشتروا جابوا بيوتهم هنا، اشتروا شقق وقعدوا ناسهم وبقوا حولوا في البنوك وجاب له تاكسي وهناك. وأنا كان اتكلمت اتطرقت للكلام ده في مقالات وفي لايفات حتى بعد الثورة، وأقول للناس ما تجي. طبعا في ناس بيفهموها بمعنى أنه أنت حاقد. طبعا أجمل حاجة بعد شوية هتشوف ناس شخصيات كبيرة هتقدم لجوء، أسر كبيرة جدا هتقدم لجوء عشان تعيش في مصر. ما هو ده المخطط، لأنكم أنتوا شعب ما كويس يا جماعة، وقتلتوا الشباب. الأنبياء دارين كانوا يعملوا لكم كرامة ويعملوا لكم قيمة وسيمة، قمتوا قتلتوهم، قتلتوا لجان المقاومة وقتلتوا شباب الثورة النير بواسطة عباس مدني عباس. وما حنخليكم ده تار، والله والله أخصم بالله ناس عظمة، ناس عظمة وناس ست النفور وناس عباس فرح وناس دودو وناس بيبو والسوار الشهداء الأنبياء القتلتوهم ديل، ولحد ما جسسهم تحللت وتأكل فيها القوارض. انتوا عندكم اخلاق؟ نحن ما عدم عدم اخلاق يا اخي. شوف يا راجل الميت ده بيستروا، انتوا خالين ميتين تساووا بيهم؟ انتوا عندكم اخلاق؟ كذا يطلع واحد راجل سياسي هنا يقول لي عنده اخلاق عشان اوريك انت ما عندك اخلاق، انت كذاب وباطل وخايب ساي. انتوا ما رجال. شعب السوداني هو يتسلح، ناس الجزيره ما ترجى الوالي، والشنو ده المعرصين بيشتروهم. انا بقول لك الكلام ده واسمعوه حار مني، من زمان انا كده مكروه، لانه انا شفت ممارسات المعارضه هنا كيف، وكلهم اشتغلوا مع الكيزان. يا يسع ود المرغني ينزل له مخطط، ناس ياسر عرمان الامارات تسجل المخطط، حميتي يطلع يقوله ويجوا ماشيين فيه وشققهم دي. أنا أتمنى وأنا أدعو الحكومة المصرية صادقا أنها تصادر منهم أو يدفعوا ضرائب بالدولار أو تعمل لهم تاني بالدولار، لسبب بسيط. يا أخي في سودانيين قاعدين في الخليج ده مشترين في مصر، بيجوا إجازات، السودانيين من زمان بيجوا سياحة مصر ولا بيحترموهم. في ظل الثورة المصرية بشهادة الجهاز الإداري بتاع المصريين أنه لولا السودانيين مصر دي اقتصادها كان انهار، جو في عز الثورة وتعرضوا له في العلاج. عشان كده انتم ناس الجزيرة الخايبين، انا بقول لكم والله يا ناس الجزيرة طلعتوا خايبين، وانتم ذاتكم اكثر خيابة لانكم سفل. الاراضي اللي كان ادوكم لها دي في المشروع ما بتستحقوها، جريتوا تقتربوا في السعودية
تجيبه في البكاسي وجبتوا ناس غربة خليتوها في الأراضي اللي عملت الكنابي ودائرة تشيل أراضيكم وسعتوا بتجروا من قجة وتجروا من بدون مؤاخذة الشواس بتاعين غرب أفريقيا ديل الجاي بتاعين غرب أفريقيا اللي انتوا شايفينهم بتجروا منهم ها؟ انتوا شعبي بالمناسبة ما كويس أسعى السودانيين كان جايين من الإجازات والإمارات طبعا ما جابوا السيرة دي لما جايين مصر عشان يدوم تأشيرات اشترطوا عليهم موافقة أمنية فهم ناس عندهم استثمارات وعندهم حسابات في مصر بنكية وغيره وغيره اشترطوا عليهم موافقة أمنية يعني انت في الخليج القاعد شغال عمرك كله الخليج بعد شوية تفقد حاجاتك فيه وقلت يا اخي اعمل لي هنا هنا انت ذاتك حاجاتك دي احتمال ما تصلها افهموا بس الحاجة دي التحية لمحمد جلال هاشم رغم اختلافي معه لكن ما لحد الآن ما ظهر برر لنا موقف هجوم أبو رقال الثاني عبد العزيز الحلو الذي يعمل مع الجنجويد بعد أن ذهب بالإمارات أي زول مشى مع الإمارات شغال مع الجنجويد شغال مع الجنجويد الجنجويد يا أخي قيادته ماتت دار يبقى لهم قيادة ياسر عرمان ولا يبقى لهم خالد سلب ولا عمر الدقار ولا الباغر العفيف اللي كان مرمي في لندن جاي يعملوا لنا مركز طوارئ لجان المقاومة على السجل سيد أحمد بعد ما مشى ودي أمين عام لجان ليه كان نضالهم هناك طيب ده أخذوا جوازات أجنبية بعد ذاك أنا بقيف الموقف اتغير الموقف اتغير انتوا بتستهبلوا انتوا ما ضد الكيزان لو وبعدين كذابين ايش معنى ناس حسبوا ديل مع الجنجويد ايش معنى الكيزان ديلك انتوا ما دارين ايش معنى بس قاصدين كيزان معينين ايش معنى بس قاصدين الكيزان بتاعنا المؤتمر الوطني ديل عملوا لكم شنو امهم انتوا قبلتوا بيه ودارين تضدهم انهم بامهم ناس كمال عمر وناس حسبوا وغيرهم 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 انتوا عبطة الاتفاق الإطاري ده مريم الصادق المهدي ما طلعت قالت الاتفاق ده جايين من برا وبتاع المحامين ما طلع بيان الاتفاق ده جاي بالإمارات كذاب انتوا فيكم راجل قاعد يكتب اتفاق انتوا ما فيكم راجل قاعد يكتب اتفاق عمركم وروني فيكم راجل قاعد يكتب اتفاق اتفاق الوثيقة الدستورية ذاتو جبتوا انتوا حميتي ده نائب رئيس مجلس سيادي حميتي الذكران الخوف الكيزان انا قلت لكم اللافته دي خدتها منه خدتها ناس وجدي صالح والتعاشي صح يا وجدي صالح واحد يجي يقول لك وجدي صالح شريف شريف إن شريف منو يا زول ان عن ابو شهادتك انا علي بالممارسه المارسه وجدي صالح في الدوله لمن كان رجل دوله يشيل الداتا بتاعت وزارة المالية في شنطة خاصة ما شبهها وينه وقعت منك تبيعها لحميتي وطبعا الدالة حميتي وحميتي بيكون الدالة من نور الإماراتيين ودي مشى سويسرا أثناء الثورة طبعا بيكونوا مشوا وردوا لهم مبلغ عشان البحثين ذاتهم يجوا يشتروا ناس عشان كانوا يجوا يغمسوا لنا الانتخابات ويضيفوا لنا 11 مليون أدخلهم حميتي كان ناوي يجنسهم ويعمل بوم الانتخابات اللي قالوا مني الخاين الكلب انت يا مني خاين وكلب محايد انت ما لبستك مول وجريت من الخرطوم ودي كانت إشارة أنا معاكم وانتوا بالذات يا ناس مني انتوا ارتضيتوا بجريمة جوبا عشان تنهبوا بها الأموال وانتوا بعدين يا أولاد دارفور القاعدين في أوروبا ومرميين في أمريكا وفي فرنسا وفي غيره والآن بعض الرعاع انتوا ما تمشوا تشوفوا مني ده باني قصر وين وشوفوا جبريل ده باني وين انتوا ناس سفلة ولا شنو بتاعين الحركات انا قاصدكم انتوا انتوا اصلكم سفلة وخونة وفيكم ناس في مصر دي كانوا معانا هنا مشوا شاركوا في وظائف وجرد عين زي الأزلاء شردوا خلوا اهلي دارفور لانه باعوا دارفور باعوكم أهلهم قاعدين في المعسكرات جبريل يا لبو أسطول بتاع 200 ولا 300 لاند كروزر عشان مركب النقص فيه بعدين انت يا شعبي سوداني وانت يا ناس دارفور جبريل قبر أخو ما مشى زاره
راجل انه يجيب لكم انت حقوق؟ راجل انه يجيب لكم انت حقوق؟ حتى الاغاثه بتبيعها يا جبريل في بورسودان وفي مدني وفي دجل، راجل انهم يجيبوا لكم حقوق؟ طبعا المصريين كان طلعوا قرار كده انه لازم يكون في كفيل والا تبقى لاجئ. وقرار الكفيل ده انا اتمنى مصر تطبقه للناس الجايه بقروشها. وبعدين تفهموا حاجه، انتوا الحرب دي قال لنا جاساي؟ ما جاساي، ما جاساي، جات نتيجه لعمايلكم. مساء الحرب دي بخيانه، ناس اشتروهم ودخلوا ناس اولاد بحري اللي بالمخدرات ونبهنا. والله يا جماعه انا ما بزعل، اقسم بالله ما لا البفور دم الواحد ان احنا نبهنا اتكلمنا ويا غح ويا حمدوك وسوي واطلع لهم في الترابيزه ومعاك الشارع. اول حاجه كسروا الشارع، كسروا منه انت يا ناس خالد سلك وناجي الاصم وفصلتوا الثوره. كولومبيا دي ما بتمثلنا، بتمثلك يا معفن، ما بتمثلك يا معفن يا ربيب مال السحت. انت يا خالد سلك متربي بمال السحت، خالك ده دمر السكة حديد، ما فيكم راجل حيجيب عدالة. خالك جمال الوالي المجرم، ولمن استشهد وهو في حركة إسلامية قال استشهد بآية من القرآن، استشهد بحاجة تعف حتى الجونات أو النساء الشمال عن ذكرها. قال العارف عزه مستريح، قال الله تعالى العارف عزه مستريح. وتفسخت الدولة السودانية حينما أتى التافهون في واجهة الدولة، والتافهون دول خلفهم دكاترة وبروفيسرات وحملت صرف عليهم الشعب السوداني ضم قلبه مجان. ولمن جو دارين يجيبوا الشعب السوداني الذي يمتلك أطنان من الذهب تنهب فيها دول وتنهب فيها أحزاب وينهب فيها الجيش نفسه. وقال لك سنهوري الباطل ده أن ما بيحترم نفسه، أنت يا سنهوري ما راجل، انت يا سنهوري قتلت 28 ضابط وما قدرت تجيبوا حقهم. بعد الثورة جات 28 ضابط ضباط البحث اللي كان معاهم البرهان، اجيتوا تبرروا له، وطلعت انت يا وجدي صالح بررتوا للبرهان، قلت البرهان كان في الانقلاب ده وبعثي. ما تجوا تسر تقلوا ادبكم، ما تجوا تقلوا ادبكم، ما تجوا تسر تقولوا لنا شرفاء. انتوا ما شرفاء، ما فيكم شريف. جاي اخو وجدي صالح انصار السنه، ما حتى اخوه حتدافع عنه، وجاي اللواء احمد ادريس الكذاب اللي كان، انا ما عارفك وين انت احمد ادريس، شابكنا لانه بحثي. وانا والله واقسم بالله مؤمن تماما تماما بانتصار هذه الثوره، لانها ثوره سماء، وعرتكم وتعري فيكم وتخزي فيكم وفي مواقفكم، بتعري فيكم وبتعري في مواقفكم. والصحفيين السودانيين الشرزمة، أنا حسميكم شرزمة، والله ما تستحقوا الاحترام، بالذات المنتظمين إلا قلة قليلة مرميين هنا قاعدين في مصر دي. الاتحاد والنغابة بتحت الثورة، في راجل فيهم ما بيجي، ما عندهم، لأنه الناس زي اشتروهم منظمين في أحزاب، وهم ذاتهم بيجوا تبع المؤامرات. شوقي صحفي، ماهر صحفي، اسمها شنو رشعوط صحفيه، ديل مصالحهم هسه بقت مع الجنجويد كذابين. انتوا ما دايرين كان تقضوا على الكيزان، والجيش هسه هو يا جيش، والله ما تقولوا لنا بس. شوف الجنجويد ديل عواليك شغالين اعلام، شغالين اعلام يهزموا فينا اعلاميا، والبرهان عاجز ان يتخذ قرارات. وانت البرهان الشعب استعمل البرغماتية معاك، استعمل لأنه بعايل للمؤسسة، أدمرتها ومشيت إنت والغحاتة الحميتية تمدت، وهو أخوه يتفاصح في غلب الخرطوم. ما سمعنا راجل رد لهم، خرطوم دي حقت أبو منو، والعمارات دي تسكن الكدايس، وده كمان هناك جبريل، ناس ديلك ناس صندل. انت نسيت يا سليمان صندل حجار يا تافه يا كوز يا عفن، انت نسيت لما جبريل جا وزارة المالية وقاعدين تقرقوا
مبروك اماراتنا هدموا. جبريل ما تهدموها اسكنوا فيها. وطبق المساله حرفيا. اسا امشي شوف اهل جبريل واشوف حركته قاعدين في بورسودان كيف. دي الناس هيجيبوا لكم حاجه. هو يا شعب سوداني وانتوا يا ناس الجزيره بطلوا الخيابه بتاعتكم والرمتله بتاعتكم دي. انتوا اسع ما استغليتوا الناس في الغوره بتاعتكم اللي هجرتوها لناس الكنابي ديل اللي هسع جاوا بيطالبوا بحقوق وهم جايين من خارج حدود السودان. استقبلتوهم خطيتوهم وجريتوا تقتربوا تتهابلوا في السعوديه شوهتوا سمعتنا ذاته. انتوا ما كنتوا بتجوا تترموا في الخرطوم دي عين اهلكم. بس ناس الخرطوم لما يجوكم تستغلوهم سلوك السيء ده. عشان كده الحرب دي كان لازم تحصل. لانه الحرب دي لو ما حصلت كان حتكون في مصيبه. كان نحن ماشيين على امانه. كان ممكن حميتي ده فجاه القصيحة اعلن نفسه ملك على السودان واباد الشعب السوداني. واول زول كان حيبيض البرهان ده ما هو وسع. ذاكنك ذاكنك انت يا زول ما راجل. انت يا زول كان ما راجل قول لنا ماسكين عليك شنو الاماراتيين ديل يا زول. وانت يا جيش هوي ما تقول لي انتوا ماسكينكم بالايام. انتوا اغتصبوا اخواتكم اغتصبوا بناتكم وبالذات انتوا استهدفوكم الجنجويد ديل. استهدفوكم ما عندهم اخلاق. استغلوا بعضهم البعض. شعبي كله سمسار. عشان كده نحن شفتها الا الموت ده. واسع هو يا سودانيين القاعدين في مصر والله حتتعذبوا شفتوا حتكونوا لاجئين طول عمركم. هو حاجة أولادكم ما حيتمتعوا بتعليم. المنظمات بتاعت اللجوء في مصر منذ العام 2006 الأمم المتحدة مفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويا ما كتبت ويا ما قلت شغالة كان بتقسم السودانيين على أساس عرقي وقبلي. وكلمناكم الكلام ده بعد الحادثة الشهيرة بتاعت مذبحة مصطفى محمود. الكلام ده قلنا لكم تمام. دي الأمم المتحدة بتصنفك انت من وين؟ من دارفور. من دارفور انت من وين؟ سلامات فور زغاوة. انت من وين كده؟ لا من قسموهم روابط. دائما أصبح أخواننا الفور فيما بعضهم. وشفتوا مشاهد كثيرة وشفنا ان احنا اتقسمونا وقبلنا وكان الكل يجري خلف مصلحته الدنيئه. ها عرفتوا قيمه الحرب دي؟ اصل ما تقول لي الحرب دي كعبه. والله ان احنا كنا ماشيين على امانه كنا مخدوعين. والله انا ما كنت متخيل رشا عوض اللي كان بتتكلم تحدثنا عن فظايع الجنجويد وما فعلوه في دارفور وعن فظايع الكيزان. وتأتي الثورة وبعد شوية تتحول لجنجويد وتتحول لنبحة. يا أخي أنتوا كذابين. أنتوا ما بتغودوا وعي. أنتوا بتضللوا. يا أخي الله بيسألكم يا الحاج وراك بتمهدوا. أنتوا ما تقعدوا تستهبلوا. هسع تعال جردي حساب يا الحاج وراك. أنت شغال شنو؟ ياسر عرمان شغال شنو؟ ود المرغني كلكم شغالين شنو؟ عملاء. ده كلامي انا. انتوا عملاء بالفم المليان. بعدين انت يا عمر الدقير انت اخوانك دين مجرمين دمروا السودان ده. ها وشالوا ثرواتنا بيبيعوا فيها جلال ويوسف. بعدين عاينوا يا جماعه الناس دين مستهبلين كيف. تبقى واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا خاشين ب 60 صرفه. انتوا تطبقوا عداله ودمرتوا العداله. و علي محمود حسنين لما جاء انتوا كان المفروض هو السوار بكوركم. وطبعا يا جماعه الثوره دي كانت مخترقه وانا قلت لكم الكلام ده. اسامه داوود يا جماعه بيأجل في الثوره. اسامه داوود لما كان بيجيب الكوكاكولا وكابو لانه الثوره دي قامت في وقت عصيب. هم كانوا دارين يلموا الدولار بتاعهم. وحمدوك رجل الاقتصاد عندما اتى للسلطه غالبه يغير العملة لكن مش اشترى دولار. ده الخبير مش اشترى دولار من السوق الأسود عشان يدفع للأمريكان قيمة بتاع الجريمة. الكيزان ما احترفوا بها. الكيزان ما دفعوها.
جاري حمدوك، لكن لأنه فيها شنو يا جماعة؟ فيها كوميشن. ونصر الدين عبد الباري والعواليك ديل، هو نصر الدين عبد الباري ما ربيب الكيزان، عبد الله حمدوك ربيب الكيزان، العينوا منه بخطاب. انت بتدعين في المنظمات الدولية ولا الإقليمية دي إلا بخطاب من دولتك، فما تجوا تستهبلوا لينا. انت جاي يا ود المرغني عمرك كله عايش برا السودان، جدك وجد جدك عميل تنهبوا به، عاملين جد انتوا علاقتكم بالنبي، افرض انه النبي ده جدكم، شنو يعني؟ ما النبي ده عمه ابو لهب وقريبه ابو جهل، ما انتوا المله السيئه، في حين انه انتوا ما عندكم علاقه بالنبي ده لا من قريب ولا من بعيد. نحن سايقين لنا يا اخي بيطلس دوله بيحكموها بالحجي وبالكجور، وين انت الشيوعي مصطفى سيد احمد؟ طيب المفاجأة الجديدة شنو؟ طبعا يا جماعة موسى هلال انضم للدعم السريع. تتذكروا موسى هلال المجرم بتاع الجنجويد ده لما كان في السجن رامي حميتي، ولما طلع من السجن ها منو كده يطلع راجل هنا سوداني سياسي سوداني رئيس حزب يقول لي انا ما مشيت. حتى عم صديق يوسف ربنا الحمد لله يتمم شفائك العاجل يا عم صديق الحمد لله، حتى عم صديق يوسف استقبلوا موسى هلال بالورود الحمراء وكرسي احمر. قال بيكون قال لي موسى هلال منه وله ناس حميت منه ديال ناس ياسر عرمان، كم من ابو رقال فيك يا بلادي يا جماعه. شوفوا المطلوب الان السودانيين اللي انتوا في مصر هيجيكم شعاع، احنا ما في حل غير الناس ترجع السودان، ده كلام واضح. وانتوا اللي جيتوا اشتريتوا انت سفارتك دي ما شغاله بك، لانه الليله لما السودانيين كانوا بيحاولوا يستفسروا من الضابط راجل محترم يعني زي ما نقلت مصادرنا يا اخي، قالوا له انتوا قلتوا لنا كده وهنا، قال لهم يا جماعه والله القرار ده انا يعني من فوق، في واحد من مندوب سفاره طبعا ديل اساسا يعني انا اتخيل لي احيانا انا بس اتخيل انه السفاره دي حقتنا نحن تحت السودان شابكم لك ما خلاص فهموكم اقعدوا. طبعا ده لو مشى زول في مشوا السفاره طبعا ما بيفيدوك ما بيفيدوك. طيب انا حاسبت لك لانه يا جماعه والله نحن تعبنا، حنقعد نجيب لكم الفيديوهات والتصريحات ان احنا في زمن ما فيه كذب، لكن انتوا دارين يعني انا والله في محل البرهان ده لو ماسكين لي اي حاجه ولا في محل اي سياسي سوداني ماسكين لي اي حاجه والله كان نشره اطلع عن كره اقول لهم ده ذكاء اصطناعي المشكله، لكن نحن زي ديل ذاته ما رجال عندهم العقليه اللي بتخليهم يبدعوا، فهمت؟ بعد ما صفوا اولاد جيل الثوره كله وبعدين عشان اوريك الخيانه، يعني احنا ما كان اشترطنا شروط اربعه، ببساطه الشروط الاربعه دي كانت كالاتي: اول حاجه يا جماعه اي زول شارك في النظام ده سواء كان مدني او عسكري وفي انقلاب 89 ده يحاكم، هم جابوا لنا المدنيين ذاتهم قال بفاوضوا معهم. ثاني حاجه قلنا اي اتفاقيه وقع السودان منذ 1 يوليو 1990 لحد الليله دي يجب أن تجمد حتى تراجع بواسطة مجلس تشريعي، تمام؟ لأنه الآن في استثمارات جوا السودان شركات أمطار وهناي دي بيستغلوها قواعد جوية وقواعد عسكرية ضدنا نحن وماخديننا بالمجان وبيدمروا في أراضينا، قطريين يزرعوا برسيم ويتناي وإبلهم وغيره وغيره، تمام؟ نحن ما في زول قاعدين سياسيين الإمارات تصرح راجل ما قادر يرد ولا دارين يكتبوا. أنا حأعرض لكم بعض الحاجات من هنا والكلام حقيقة انتهى. شوف يا سودانيين أي سوداني يشيل سلاح أولاد بحري اللي أدمنوكم بالمخدرات وبقيتوا مرشدين للجنجويد وخسارة، وبحري دي بالذات أنا نبهته سنة 2015. أنا أتمنى أستاذ غازي ناصر وعلاء الدين أبو مدين البحثي المقيم الآن بكندا وأحد أفراد الشرطة الأمنية
اللي كان صاحبتهم في الحلقة في 2017 في حلقة في تلفزيون الغد الإماراتي. عشان أنا لما أقول لك يا جماعة المخطط ده من بدري حرب الجنجويد دي ما بدأ، الكيزاني هو بيطلعوا بيقولوا هم دين ما هبل. الحلقة دي أنا أتمنى، لكن على الدين أبو مديان ده برضو زول صاحب موسى رحومة اللي جانا بحثي، بعد شوية بقى حركة شعبية، بعد شوية بقى صحفي، بعد اقترانه بصحفية بقى صحفي. أنا دايرك تطلع على الدين أبو مديان لما حكينا في هذه الحلقة الرجل اللي كان أجر عمارته في بحري واكتشف في ناس أجانب بينقلوا في سلاح في شوالات، بينقلوا في سلاح في شوالات، ولما نزل واتكلم معاهم وهم ما سودانيين قال لا نحن تابعين لجهاز الأمن، ولما مشى اشتكى لقى الوضع حقيقي. ومن الزمن ذاك أنا نبهت ناغوص الخطر الاحتلال الديمغرافي كيف يدخلوا. أول من تحدث عن هذه المسألة وفي ناس جات تشتم الاحتلال الديمغرافي كيف يتغلغلوا، سكنوا في حتات استراتيجية الخونة، كم أبو رقال في هذا الوطن حاوطوا تغلغلوا وحدث ما حدث. طبعا على الدين أبو مديان هذا لو شربوه آيس ما بيطلع يقول الكلام. والحلقة طبعا اختفت، القناة الإماراتية شارتها الحلقة دي، كنت مشارك فيها شخص ضعيف ومعنا أخصائي الشأن السوداني الدكتور أيمن شبانة رئيس مدير مركز الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، ومعانا كان ابني أخت عمر البشير. لما كنا بنتكلم عن الحاجة دي وأنه ده ناقص خطر، وبعد ذاك بديت أبحث واتكلمت عن أنه حميت الإمارات عملت له مطار في دارفور، وده الخوف عمر البشير في حاجات كثيرة. عمر البشير ذاته طبعا القوات، يعني تخيل سياسيين سودانيين أحزاب وعسكر يلعب بهم قوات اسمه طه عثمان الحسين. طه عثمان الحسين ده قوات مهمته الأساسية كان ممرض، أو هو كان بيقولوا له مساعد ممرض في مستشفى الأمراض العقلية، كان شغال وهو أوت ختمية. يعني ما هو نحن بندمر ميتين، لو طلع ميتين غير البيوتات دي شنو ختمية وشدقورية وجدورية ومهدية. أنا عندي بس المهدي ده أشرف، تاني ما شايف، لأنه ما يحدث ده حاجة غريبة ولا يقبل عقل، لا يقبل عقل. أنا نبهت وقاعد أكتب في صفحتي دي، وكنت بطلع لايفات، أول من طلع لايفات بطلع لايفات في سطوح، كانوا في ناس بيقولوا لي مجنون والشيوعين دير يضحكوا لك فيني، فيهم ناس أصدقاء لأنه كان بطلع بلبسة واحدة، يعني أنا لازم أخدت لي فيديو كده وأعمل هنا. نحن دايرين نوصل رسالة يا أخي، جينا مع ناس غناة المقرن اللي أسع ناس إسماعيل حسن الكذاب اللي عملها سودان بكرة الوسخين ديل. أنا والله شفته الحاجات دي كلها ما موجودة، الحاجات دي موجودة يا جماعة. شوف المثقفين السودانيين والهناية ديل أكبر أكذوبة أكبر مصيبة، عشان كده خلوا لنا الشباب، إحنا ما دايرين تاني فوق ديل، دايرين الجيل ده شفته زي أسع اللي عملوا لنا شو في العالم، زي الروايين بتاعنا الشباب ديل عرفته، والعملوا لنا سينما. شوف الشباب مبدع كيف، وشوف المثقفين الزمان ديل مبدعين كيف. الحلقة دي يا جماعة كان واضح استشفيت منها. وأساسا الإمارات متى وضعت يدها في قضية دارفور، قضية دارفور دي ما أراد ما فهم فيها أي حاجة، لكن فهمت الإمارات فهمت حاجات في قضية دارفور كيف يا جماعة، واخترقت عام 2009 كان بمحاولة إنتاج فيلم عالمي، وأنا كان كتبت مقال عن الموضوع ده في 2009. هل والفيلم كان اسمه تمام يا جماعة ما مشكلة. طبعا اللايف لما بيقطع ده بخش الجداد بتاع الجنجويد وبتاع مين ومين، يا أخي أنا ما عارف أحزاب حركات جنجويد ما عارف، غير
حاجات اللي انتوا عارفينها. ما علينا، كان فيلم اسمه فيلم الطريق الى دارفور، كان عمله زخم، والمؤتمر الصحفي بتاعه عقد في فندق سميرانيس، وفهمت الامارات اللعبه ودخلت. من الوقت داك انا بنبه في بعض المقالات في سودانيز اونلاين وما عارف وفي الراكوب، وطبعا بيجوا بيشتموك او ناس الراكوب المقال ما بينفع معاهم ما ينشروا لك، ناس حريات ينفع معاهم ما ينشروا لك. حتى حريات دي الملف اللي اشتغلنا فيها عشان اوريك تفهت الناس زيل. ناس الحاج وراق وعبد المنعم بيجو ده، عبد المنعم سليمان ده، اوريك تفاهتهم. والله اخطر ملف موجود في حريات دي، اقسم بالله لا جابوا الحاج وراق لا جابوا بيجو، جابوا العبد الضعيف لله. ويمكن بيجو شالوه مشى فاز به وكانه صحفي استقصائي. شوف الناس زيلوا تفاهتهم وانحطاطهم كيف، عشان ما تجي الحاج وراك تشبقنا مفكر وقحتي ما بعد، قحتي باعت وانتوا بعتوا وانتوا عايشين على المخابرات. ما تقعدوا تستعبطوا لنا، وسع جايين واقعين في براسين الجنجويد ماسكين ليكم شنو دافعين ليكم اجور، انتوا بتعيشوا كيف انتوا بتستقبلوا؟ جاي هسه تقول لين قحتي عشان اللجنه والتفكيك، تفكيك بتاع شنو يا اخي؟ انت ذاتك ما جريت اشتغلت ولا من وعملتوا اجراس الحريه وقعدتوا مع الكيزان وما عارف والحركه وفصلتوا الجنوب؟ اخلاقيا ما تكلمتوا عن فصل الجنوب او الاستفتاء. الاستفتاء ده كان يشمل الشعب كله، مش بس استفتاء بالطريقه، لكن ده شغل العملاء زي شغل ناس عبد الله حمدوك، الخداع والتخدير. الديون حليناها، الاقتصاد، وهم بياخذوا لهم مرتبات دولاريه، كانوا بيتشاكلوا عشان يخشوا المكتب بتاع عبد الله حمدوك. ناس الشيخ خضر، الشيخ خضر ما كان شغال مع زمن الانغاز، شغال زبيرات، انت عبيط ولا شنو يا الشيخ خضر؟ ولما جوك ناس الشارقه جايبين اسعافات هديه، جوك في مجلس الوزراء يقابلوا حمدوك انه الاسعافات دي جايبيننا والجمارك وما الجمارك. اديتهم رقم حسابك في بنك ابو ظبي عشان يوردوا لك عشان تدخل الاسعافات. انتوا ناس حراميه ما عندكم اخلاق، ما تقعدوا تستهبلوا. ما شغال زبيرات وشغالين تجاره، شنو كان ضد والله الكيزان ده تكون ضدهم صايت طعميه ما تشدوا، انتوا هبل ولا شنو؟ صايت طعميه ما تشدوا. ما نحن شفنا كيف انتوا بتشتغلوا، كيف كاحزاب بتشتغلوا بالتمكين وبالتطهير اي واحد عنده سن. فما تقعدوا تخدعوا هذا الشعب وكفاية. أنا هفرجكم على بعض الفيديوهات وشوف أنه حرب السودان دي سايقينها كيف كده. شوف في كم صحفي سوداني، في كم إعلامي سوداني، وكم 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 وكم. وبعدين لما عملنا قناة المقرن انتهت على قناة الحوش، أدوها للجنجويد محمد عبد الله شريف، غش المهندسين. يا جماعة أنا بستغرب حتى السودانيين لما واحد زي ده يفسد ما بيتكلموا، ده شنو ده؟ ويجي الفاسد ده ذاته يعينوا رئيس مجلس إدارة جامعة نيالة، ما بيتكلموا. ده شنو ده يعني؟ انتوا شنو الفهم شنو يعني؟ دارين تعملوا تأسسوا الفساد؟ طيب أنا هستعرض لك بعض الحاجات عشان تشوفها، بس حاجات مؤسفة. طيب الناس اللي بيقولوا عين أن احنا ديل شواز، والله جد ديل اللي بيهددونا ديل الشواز هو مغرب افريقيا. دقيقه انا لازم اجيب لك البتاع ده، اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. انا الحلوات ديل تخيل عين الشواز محمد حمدان دبلو جميع الابطال ضباط وضباط صف وجنود، والتحية لأسود مجلس الصحة الثوري الذي انضم لرفاقهم الأشاوس. أنا عندي رسالة واحدة بس دار أوصلها لشيبة ضرار. أنت ذول كبير، نحن ما عندنا مشكلة مع أهلنا في الشرق يا جماعة، دي السودانيين الحلوات دي، أهلنا مع
نحن عندنا بقارة بالطريقة دي، نحن ما بنعرف البقارة حقيننا، ما بنعرف البقارة أهم الرزيقات والبني آدم عين الحلوات ديل. أنت إنسان لابس لك جلابية جيوبك الكبار ديل دار تتكلم بفلان بالجروف فلان بيسووه، نحن تو ده قاعدين في الخرطوم والله طلقة ده ما فكينا طلقة طلقة والله أنا ده أنا والأبطال المعاي كلنا طلقة ما زال ما فكيناها أقسم بالله حارسين التوجيهات الأخيرة بس والله فرامل زادة ما عندنا يا راجل زي ما أكلمك جنرال جلعة نحن وبجميع الأبطال عند فرمل زادة فصلة ما تقعد تخط البحر الأحمر بغادي ليك وقتك ده أنت مركبك زادة جاهز أقل حاجة بتنشف تورث المساكين الثانية ألبس كاكيك وألبس فريقك ده وأقرب قاشك وتعال يا قول لينا تعالوني أنا هناك والله أقل من يوم بتلقانا كابسين جوا من الشربك معاك محل ما قاعد شيباني ربنا يهديك أعمل حسابك يا شيباني الله أكبر المشكات يكبروا معلش انا يا جماعه اشوف معقوله لك الناس زي الشاذين الشاذين شاذين 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 ان احنا على اي حال شوفوا يا جماعه خلاصه الكلام ان احنا بنتعامل مع مجموعه من ابو رجالات خونه وعملاء واحدين دارين يقنعونا وبيمهدوا وانتوا الشعب السوداني استمرأتوا الدنيئه انا بقول لكم الكلام ده لا استمرأتوا السهله كلكم بقيتوا سماسرة تسمسروا على بعضكم البعض انهارت أخلاقكم وجيتوا حتى مظاهركم دي خرجتوا بها برا فهمت؟ وتعاشف مظهر السودانيين هنا في مصر ناس عندهم حروب ها وفي طبعا أجهزة إعلام بتفسخ لهم عاملين كافيهات وعاملين دعارة والحدث تقعد تجيب ناس الكيفاهات ديل ذاتهم تجيبهم تصورا على أنه ديل سيدات أعمال نساء سودانيات عاملين لهم كافيهات ودع وتتو ورقيز عروس يا اخي انتوا الله يحرقكم بإجاز انتوا جايين هنا لشنو جابكم شنو هنا انتوا جابكم شنو هنا جابتكم مصيبه جابتكم حرب ايه التفاهه والانحطاط ده انتوا انتوا بتين يعني بتين انا ندائي لكل الشباب السوداني شوف كان طبعا يا جماعه الخطط تهريب الشعب السوداني ما هم طبعا اجهزه المخابرات والمتآمرين انتهوا من الاحزاب انتهوا من قيادات الجيش فضل لهم من الشعب السوداني قاموا الشباب ده بيجوا يخطوا لحاجات وهميه فجاه الكويت تقول لك دايرين شباب فجاه كندا فتحت فجاه المانيا فتحت فجاه ده فتحوا وده كله شنو شرك وعشان كده اي شاب سوداني هوي ما تمشي عشان تعيش ويبقى قلبك ميت تعيش على ضرائب والخواجات ها ويبقى قلبك ميت وتبقى زي ناس الباغر العفيف وزي محمد حسن التعاشي وزي السياسيين دي تمشوا طوالي لانه انتوا فاتحين بلدكم ما انتوا فاتحين هنا بيدفعوكم ما عندكم قيمه نرجع كلنا هوي الشباب دي طوالي ورجوع الخرطوم طوالي رجوع الخرطوم وناس قحطي وعواليكم في المنابر شفت منطقكم ده اغنعوا بها انفسكم انتوا طلع فضحكم ودلبات ما اتفقتوا على العداله اتفقتوا على اي حاجه تقسيم السلطه ولا العداله فما تجوا انتوا دايرين تكذبوا ودايريننا غصبا عننا نصدق كذبكم انتوا اسعياء الله يسالك الله يسالك يا الحاج وراك يوم الموقف العظيم والله يسالكم كلكم هسع دي السودانيين الإتو واقفين معهم ما معناته إتو ماسكين لكم حاجات دي ما مسألتنا إنت دني دي ما مسألتنا ما قادر تغدر نفسك تعرف إنت قيمتك كسوداني ماشي إنت مثقف إنت مسؤول سياسي دني ما بتعرف تمسك نفسك لحاجاتك الخاصة يدردقوك ويجوا يمسكوك بها دي ما مشكلتي أنا ما تجي تكذب لي عشان تقنعني إنت خلاص انتهيت عشان كده استمتوا نحن قلنا كان أمر واضح شرعية ثورية شروط أربعة أي زول شارك مع نظام الإنقاذ
عمل الانقلاب ده كان مدني، كان عسكري، ما له اي وجود. اي اتفاقيه وقعت تجمد الى ان تراجع، تضر بمصلحه امن القومي السوداني زي الاتفاقيات بتاعت القطريين والاماراتيين وغيره وغيره. طوالي بقوم شنو؟ بجمدها. هيجي يقول لي ليه جمدتها؟ بقول له لانه النظام اللي كان قايم ده غير شرعي. نادي باريس ده ذاته حقعده وبالصوت، ما عندك عندي قروش، دينت منه؟ والله يا اخي دينت الحكومه. الحكومه دي بقوانينكم انتوا الدوليه كانت غير شرعيه. اصغطت انا امشي سيل منها قروشك. بس لانه انت ذاتك بتمارس لكن لانهم ما رجال. الحاجه اللي غازتهم شنو؟ انه مراجعه الاحزاب السياسيه، اي حزب يكون العضو مسجل زي الاحزاب دي، مسجل عديل كده بمحامي وبيدفع اشتراكات، ولما تكون في انتخابات الدوله من الميزانيه بتدي يعمل. لكن احزاب هسه ياسر عرمان عنده حزب وجاي يتكلم به، هسه يا ياسر عرمان اطلع قول لي حزبك ده تكون بياته قانون وريني عضويته كم. علي عسكوري ومبارك اردول اطلعوا قولوا لي حزبكم ده تكون بياته قانون وعضويته كم. اردول اللي خدتوا له يسجل في العربيه والله لقوياتي شالوه من الجنجويد. بالله عليك الله دي ما مأساة؟ دي ما مأساة؟ ده الزول كان والله عشان نحن وانا لوني يا اخي انت يا باطل يا خايب يا قذر. انت اهلك هناك عينهم طالعه بس يا نيت تجي تشتري لك لي رقاصه فيلا وشقه مدخه في حلتكم ما عملتها يا اردول يا سفله. نحن ما زمان كانوا بيحاربونا لانه نحن اصلا ما كنا بنكتب ونتكلم، ويجي يشتموك كيزان على حركات على احزاب على شيء ما فارقه معانا. نحن عندنا مبدانا ماشيين به واخلاقنا دي ماشيين بها، اصلا ما في زول بيجي جايين اسع تقولوا لنا الجنجويد تبدلون بالجيش؟ لا يمكن، والجيش ده غصبا عنه نحن حنحافظ عليه. وشوف يا جيش الشارع انت المستهدف، والمستنفرين الاستنفار ما يقف وسلاحك بلو الجنجويد ده البلوم. بالامس قابلني رجل، شوف نحن وصلنا يا طول مرحله في مصر انا لا في عمتي، رجل ستيني سلم علي اوه قريبي، قال لي لفه العمه دي لفه زول قريبنا، كيف الحال؟ ازيك يا حاج كيف الحال؟ اها معانا والدبه؟ قلت له معاكم يا والدبه، تب معاكم؟ ها قال لي توا نحن دولة. قلت له هوي انا ده مع البرهان. كيف؟ قال لي مع البرهان. قلت له مع البرهان طبعا شنو؟ ما انا بشوف الموازنات الجيش والهنا. قال لي نحن مع حميدتي. قلت له يا زول هي يعني نحن يقعد حميدتي الجاي من هناك يبقى ملك يكتل اولادنا نحن اولاد المسيريه والحوازمه والرزيقات، ويجي يبقى ملك انتوا تقيفوا معاه ويجيب اهله واولادهم هناك ملوس خاتنهم انتوا يقتلوكم؟ قال لي شوف يا زول نحن مع البرهان مع هنا مع حميدتي. قلت له لا نحن مع الجيش ده، لانه الجيش ده فيه ناس. طبعا دي البوازر بتحت الحرب الاهليه اللي هم بيجهزوا لها. هم طبعا بقول لك نزر حرب اهليه وهم بيجهزوا لها. وانا هنا دار ارسل رساله مباشرة إلى الضعين، مباشرة إلى الناظر، مباشرة أرجو أن ترجع إلى عهد كبيركم الذي عندما أتت إليه الإنقاذ لفظ المال رحمة الله عليه، لفظ المال. فما تفعلونه الآن سيدفع ثمنه أول أنتم، لانه ديل لمن تدلهم السلطه حيبيدوكم انتوا اول ناس، لانه بعد ذاك ما دايرين شريك، ما دايرين زول يعاين له كده يكون عنده فضل عليهم. فالعطاوه والماء والحاجات المسميات دي حيبيدوكم انتوا السودانيين ديل، ويجيبوا اهلهم الجايبينهم العاملين شعرهم ديل ما اهلكم. احنا بنعرف الرزيقات وبنعرف المسيريه وبنعرف البنهلبه وبنعرف السلامات وبنعرف، ما نحن ما جايين من طاشغن،
ديل شنو العاملين شعارهم كده ديل اللي انت جايبينهم ديل؟ ديل ما عندهم اخلاق، ديل يا هم اللي بيقاتل منهم من اجلهم هو اعلان الحريه والتغيير، ودار يخطهم في تفاوض مع الجيش. والقريبه برهان ماشي في هذا المسار، ولكن والله وقسما بالله يا عبد الفتاح البرهان، ولو ان احنا ما وجهنا لك النصح نكون غلطانين، لكن والله اي تفكير في راسك ده اي لمحض لعب ده بيبكى الا بعد انه تبيد الشعب السوداني او الشباب اللي استنفر ده. ورسالتي هنا هسه، اي سوداني شيل لك سلاح مش في استنفار، شيل سلاحك انت يا ناس الجزيره اللي بتتجاروا دين في المغد. طبعا ما في خونه، الزول كان بمول، ما هو طبعا الخونه دين، وتبدو بالخونه ما تبدا بالجنجويد، ابدا بالخونه. راقبوا بعضكم البعض يا جماعه. قبل 3 سنوات سنتين تحديدا، اقسم بالله في هذه المنصه انا اتكلمت لكم، قلت لكم يا اخواننا ناس الكلاكلة شوفوا اولادكم، لانه نحن يا جماعه بنجيب مصادر من تحت من الارض. يا ناس الكلاكلة، يا ناس الدروشاب، الحاج يوسف، مايو، شوفوا اولادكم اللي بيطلعوا فجاه بيختفوا وبيجي شايل لك كاكي كده بيدخله يلبس ويمرق كاكي الجنجويد. يا جماعة الكلام ده أنا قلت الأولاد ديل استدرجوهم بشنو؟ بالمخدرات، بالمخدرات. ما هي كانت خطة أنه الشباب ده كله ينتهي بالآيس والجنجويد ديل يجوا خاشين، الواحد زي ما حصل بيكون قاعد كده وبيختصبوا في أخته، وده حصل. ما هي دي الصدمة؟ يعملوا لنا شنو يعني إحنا؟ ما هي دي الصدمة؟ دي الصدمة. ها؟ وشوف ناس مدني، أنا أحكي لك قصة في مدني. طبعا يا جماعة بالمناسبة يا ناس مدني، واقسم بالله سيرتكم بقت سيئة، الكلام ده عيب عليكم. انتوا أهلكم الخرطوم دي ما كان مرتاحكم، تجي يا ناس الغالب ما يا أخي نحن في الخرطوم دي ما بيجونا الناس، بيجونا في بيوتنا بيضايقونا في بيوتنا بنتحملهم. هسع ناس الخرطوم بيجوا كعبين، بيجوا وسخين، بيجوا تستغلهم. وطبعا في حادثة حصلت في مدني، حادثة شهيرة جدا، في واحد جاء زول مع أسرته وأولاده هنا أوضة، بس قال لي مليار بس يا أخي، قال لي ظروف، قال لي مليار. الراجل دفع المليار، الشهر انتهى، جاءوا لك الإيجار وين يا زول؟ قال لي يا أخي اديني يومين ثلاثة أنا أوريك أخلاق يا جماعة. مثل ما تكون ويولى عليكم، نحن ما نقعد نبكي. الممارسات القذرة التي تمارس في الشعب السوداني أصبح يمارسة السمسرة والإناء. أي واحد عامل على الثاني مفتح، معلش الرجل ده اللي هاري الزول ده في المليار، عنده ولد عمل حادثة، المهم قالوا له والله الهناية دي العملية دي إلا الخرطوم، والله مصر، والدكتور ذاته في الخرطوم ما معروف وين، والرجل في حالة صعبة. المهم قاموا ضربوا له، قال لهم يا أخي، قالوا له الدكتور ده هنا. المهم الود ودوا المستشفى وعمل العملية، ولمن جاء طالع اكتشف الدكتور العمل لولده العملية ده الزول بيزيل فيه عشان المليار جنيه دار يزيد له. قال له لا ما مشي، شوف عليك الله، انت شوف ربنا، شوف انت يا منحط، ربنا وراك كيف انت ده درس، ده درس. انتوا يا اخي بتستغلوا بعضكم البعض في ظروف زي دي، حتى ناس الغرى انتوا ما بتخجلوا وتتغنوا الكرم والهناي. الحرب كشفتكم وكشفت زيفكم، وحسنا فعلت هذه الحرب، ولولا هذه الحرب لكنا نحن كان كارثه. عشان ما تجي تقول لي يا اخي الحرب وما الحرب. على أي حال يا جماعة، والله أنا لا دار أطيل، لا دار أتكلم، لكن رسالة واحدة، إذا أنتوا يا جيش قاعدين منتظرين ده، يا جماعة أنا بعرف الجيش السوداني ده وإمكانياته، وعارف الجيش ده والله الجنجويد ده بيمسحهم كده، لكن في زول بيلعب بالجيش ده زي ما لعب طه عثمان الحسين القواد اللي كان شغال مع دكتور حسبه بتاع النفسيات ده، بيجيب له هنايا البتاع بيكتب في العيادة. دكتور حسبه قام عينه في مستشفى الأمراض النفسية في وظيفة مساعد ممرض. مساعد الممرض ده في دي وظيفة في مستشفى الأمراض النفسية،
لانه في ناس طبعا ده مساعد الممرض طه ده العنقالي ده عسوبتي انا الحلوه انا ده بالله لاعب بالسياسيين السودانيين دي كلهم من اكبر واحد لاصغر واحد وشارك بالجيش السوداني ده كان ماسك السلطه لا من غندور بكى ولا من قالوا ما قادرين نلم في الرئيس ده القواد ده بعد ذاك بقى شنو يعني يا بتاع ترطيبات اجواء جول كيزان بقى مترجي لحد ما اخترق بيد عمر البشير ده راس الدوله واخترق زوجته وسيطر على به فيديوهات وبقى هو يغرر في امر الجيش السوداني واسح خليه يطلع ارجى الراجل في الجيش ده مو اسع قياده الجيش ده الراجل اللي في هذا البرهان كديت البرهان اطلع ويتسع البرهان يا ما راجل السعوديين هسه حيتصالحوا مع الحوثيين عشان تشوفوا تفاهتكم وانحطاطكم اتشارك قرار الحرب ده اتخذوا طاع عثمان الحسين اللي اشترى السياسيين السودانيين واللي حرش الامارات تطرد ناس عمر الدقير اللي جوجروا تاني للامارات ده القواد ده طه عثمان الحسين دي الحقيقة المرة اللي نحن ما قادرين أن نحن في سياسيين يا جماعة هو يا أخي والله يا اسمه منو نحن ما دايرين كده لكن بجد ناس مدني وأكتر ناس بيجوا بترموا في الخرطوم دي ناس مدني دين لكن سلوككم سيء شبكننا أرضا محنة كذابين نحن تاريخنا وغنانا لا أرض محنة لا كذابين وين محنتكم جيتوا فرمتوا الناس هرستوهم طالعين من حرب بعد ذاك نحن عندنا نظرة ذاته تاني ده شنو ده يا أخي عديمين الأخلاق أقرب حاجة ناس الخرطوم جو ياري ليكم تستغلوهم الاستغلال السيء ده على أي حال وانتوا اسعى يا ناس مدني شيلوا لكم سلاح ابقوا رجال ابقوا رجال شوفوا ناس ابدوا من الكنابي انا كلامي واضح ابدوا من الكنابي لانه انتوا دي تفاهتكم ذاتا وغرقوا لكم المناقل يا اخي خطه سيئه الجنجويد يتمددوا في عهد حمدوك ويتمددوا يجي يقول لك والله مددهم البرهان انتوا كذابين يا سياسيين يا سفله ما عندكم وجهه نظر أنا قاعد أتكلم قلت لكم يا جماعة ناس الخرطوم الأحياء أي ناس يحاطوا الحي بتاعه ويحفروا حفر على عمق مترين كلام ده قاعد أردده قبل الحرب بسنتين وعملوا قلت لكم الملوتوف ده ضباط الجيش المعاشين والمرافيد قلنا لكم أنتوا في الأحياء أعملوا الاستراتيجية لأنه الجنجويد ده حيجوا يستبيحوكم الكلام ده حصل ولا ما حصل لأنه ده مخطط الصدمة ده الصدمة اللي كان شغال ليكم بيها وشاركوا فيها السياسيين كلهم طلعوا على حقيقتهم شعب الله السمسر استغلوا الناس تماما يا أخي بالله حتى قالوا احنا في الشمالية شفته في بيوت كده قديمة وهنا بتاع والرملة دافناوي قال لك الجماعة بيقوا يا الجروة بالله دي أخلاق دي ما هو ليه ما تحصل الحرب ليه ما تحصل الحرب وليه ما يجي العدو القاشم الزفتي ده العدو الشيطاني ده وفي ناس كمان يدخلوا فيه يدفعوا القروش طبعا يا جماعة في حاجة جديدة الجنجويد الآن أصبحوا يشتروا الدولار أنا أتمنى الجيش أن احنا بنسق فيكم أخوان حامد الجامد ومحمد صديق الفيهم روح علي عبد اللطيف وعبد الفضيل الماز أن احنا بنسخ فيكم وأن احنا معاكم وأوعى تمسكوا من لجام لأن الدفاع عن الأرض وعن العرض لا يحتاج إلى تعليمات الشعب السوداني القاعدين اللي لسه ما ولغوا في الخيانة الشباب كلكم سلاحكم تبلوا الجنجويد بل أي زول خاين تلقوه مع الجنجويد تبلوه أول سلام عليكم.